يعيش سكان منطقة حمروش حمودي التابعة لبلدية حمادي كروما التي تعد من أغنى البلديات بولاية كيكدا معاناة حقيقية وظروف قاسية في ظل انعدام ضروريات الحياة لتتضاعف عوامل التهميش واللامبالاة من طرف الجهات المسؤولة. المشكلة تاع القطاع الصحي في حمروش حمودي رانا نعاني منه هذه قبل سنة. المشكل هذا طول واحد ما قدر يحل المشكل تاعو. لي فاكسان تاع الدراري سمانه كاين سمانه ما كانش، الطبيب ساعه كاين ساعه ما كانش، الساعه تغلق بال 15 يوم ديما مغلوق ما على بالناش السبب عليه. حنا الطلب تاعنا الوحيد حنا نتمنوا انه الشيف دايره والي الولايه ان شاء الله يدير زياره للمنطقه حمروش حمودي في القريب العاجل لانعدام الامن تماما، كل الاوبئه والافات الاجتماعيه نقدروا نصدروها من حي حمروش حمودي لانه منعدم فيه الامن، لا جدار لا دارك وطني لا امن وطني لا حتى حاجه. مدينة كروما هذه من اغنى البلديات تحسن، لكن حنا كي تشوف هذا الحي المنطقه هذه اللي هي بلديه قبل الاستعمار البادي والظاهر انها هي الشرع مش تابعه لبلديه كروما، تهميش مطلق فيما يخص التنميه، تهميش نديروا إنجازات أمثال الملاعب سواء الملاعب الجوارية أو الملاعب الكبرى لإجراء المقابلات الودية والمقابلات الرسمية على مستوى هذه البلدية. وللأسف الشديد حالة الملعب راكم تشوفوا فيها، هذا هو الملعب الرسمي اللي تدور فيه كل يعني المقابلات الرسمية. مشاكل يتخبطون فيها منذ سنين ومنها غياب التهيئة وخاصة الطرقات ومسالك التي لا تزال ريفية تكسوها الأتربة والأوحال وخاصة في فصل الشتاء، مما يصعب على مستعملها من المتمدرسين والمارة قطعها. نطلب من السلطات المحلية العليا تضغط على هذا المجلس رغم انه في نهايه المطاف. وينين بكسابه؟ سجلنا مركز ثقافي، وين المركز الثقافي؟ سجلنا دي باتيكو دي تيران وين ما على هذا تهميش وحقره يعني بكل صراحه. في الطرونطون راهي جيد، هشموا قناه الصرف هذيك اللي كانت طيش في الواد اللي طيش الواد صفصاف، كسروها كي تبوشات كسرت عاد تصب في الهواء، روحي تشوفي رقعه تاعها يعني وتشكل ولات بحيره وتشكل خطر عمومي فيما يخص النظافه والبيئه وحمايه البيئه الى اخره، وهي بجانب مؤسسه تربويه متوسطه. فيما يخص الصرف الصحي، ما صب في الهواء الدلق ناتج عن سوء تسيير وسوء استغلال السلطه. كاينه ناس عطاو ترخيص لشركه صينيه باه طيش لي ديكومبر تاعها، الور كو كاين مؤسسه عموميه اللي مختصه بالردم وين تفرق المفرغ تاع الردم، هما عطاو هذا الترخيص هنا وين يدو لي دوبل. شوف ما عندنا لا ستاد، فريق زاد ضاع راح، ما عندناش فريق عتيد راح ضايع ضحايا صراعات حديث ولا حرج. ولادنا هذو وين يلعبوا؟ وين يلعبوا؟ واش يدير؟ يروح ينف، يروح يبدا بالنفه والدخان ويروح للزكله ويروح من بعد ومن بعد. السكان الذين اكدوا بدورهم انهم رفعوا انشغالاتهم الى الجهات المعنيه في عده مرات، ورغم ذلك ما يزالون ينتظرون التدخل العاجل ويأملون في غد افضل.